مرحبا بكم مره ثانيه. ودلوقتي اخبار بقى النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه كمان مع مراسلنا محمد توفيق من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهو يعني الناحيه الثانيه على طول، احنا ممكن نبقى شايفينه من هنا. توفيق صباح الخير عليك، ونصبح عليك انا وكريم. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، تحياتي لكم لكل مشاهدي ومتابعي 10 الصبح في الاهلي. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي من داخل النادي الاهلي وبالتحديد من مرسى النادي الاهلي على النيل في الجهه المقابله على طول لكم في الاستوديو. يمكن بنطل عليكم في نهايه الاسبوع من على النيل، اجواء اكثر من رائعه داخل النادي الاهلي، درجه حراره 33 درجه مئويه، ولكن الاحساس داخل النادي الاهلي اكثر من رائع. سيوله موريه تامه في كافه المحاور المؤديه للنادي الاهلي. اي عضو ان شاء الله يعني حابب يكون موجود جوه النادي الاهلي بنوعده انه هيقضي يوم سعيد خلال نهايه الاسبوع. يمكن خليه نحل داخل النادي الاهلي من اول ما تدخل من على الباب، يمكن ملعب مختار التتش الاداره التنفيذيه قايمه باداء اكثر من رائع فيه عشان تعد لتدريب الفريق بشكل دائم. كمان يمكن عمليه هدم المدرج القديم او مدرج التتش التاريخي بتتم على قدم وساق، يمكن ان شاء الله خلال اسابيع قليله هيكون انتهت عمليه الهدم بالكامل. نروح بقى لاخبارنا وبنبدأ باخبار الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي بيواصل ان شاء الله النهارده تدريباته واستعدادا للقاء المقاولون العرب في اطار مؤجلات الاسبوع 26. يمكن ان شاء الله الفريق هيتجمع الساعه 4 عصرا وبدايه التمرين هتبقى الساعه 5. يعني خلينا يعني زي ما بنقول كده عايشكم في برنامج الفريق لغايه بدء المباراه ان شاء الله غدا الخميس. يمكن الفريق هيتجمع زي ما قلنا النهارده الساعه 4، التدريب هيكون الساعه 5. بعد كده هيكون مستر موسيماني هيعلن قائمه من 21 لاعب للدخول في معسكر مغلق ليله المباراه في احد فنادق القاهره النهارده ان شاء الله. بكره ان شاء الله هيكون يعني زي ما بنقول الفطار الساعه 9، الغدا الساعه 2، كمان هيبقى في محاضره فنيه في تمام السابعه، وبعد كده الفريق هيتحرك على ملعب المباراه عشان يكون موجود في السابعه والنصف. المباراه هتقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس. طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ويضيف 3 نقاط جديده لرصيده وتقربه خطوه من اللقب الثالث على التوالي والثالث والاربعين في تاريخه. كمان اخبار الفريق الاول نروح لاخبار قطاع الناشئين، ويمكن في سابقه جديده يمكن سياسه مجلس اداره النادي الاهلي باعارات اللاعبين لاكتساب الخبره. المره دي مجلس الاداره بيوافق على اعاره 3 لاعبين من فريق الشباب ولكن في الدوري التشيكي، وهم محمد حسام ميدو مدافع الفريق ومحمد احمد بيسو صانع العاب الفريق وكمان مهاجم الفريق مصطفى فوزي. الاعاره هتكون لمده موسم وده هيكون في الدوري التشيكي وتحديدا في نادي زيزوكوف التشيكي. يمكن النادي التشيكي يعني هيستقبل اللاعبين خلال ال3 ايام القليله المقبله ان شاء الله، واعد يعني زي ما بنقول مسكن خاص للاعبين علشان يقدروا يؤدوا باداء اكثر من رائع. دايما يا رب نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ودايما سياسه مجلس الاداره بتبقى دافعه للرقي بالفريق وادائه وتطوره. كمان معانا اخبار النادي الاهلي، يمكن يعني تماشيا مع مبادره درجتك صحتك اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه تحت رعايه فخامه السيد رئيس الجمهوريه، النادي الاهلي وبالتحديد لجنه الشباب بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه بالنادي الاهلي هتطلق ماراثون درجات ان شاء الله في الثامنه صباح بعد غد الجمعه من امام فرع النادي بالشيخ زايد. السباق او الماراثون هيكون لمسافه 5 كيلومتر ثم العوده مره اخرى للنادي الاهلي فرع الشيخ زايد. يمكن كمان الاداره التنفيذيه اعدت في النادي الاهلي يعني في العياده الخاصه بالفرع كشف طبي انه هيكون النهارده ان شاء الله لكافه المشاركين في السباق. كمان اي حد يعني متوفر معاه دراجه هيصطحبها خلال الماراثون، وكمان في حاله عدم توفر دراجه النادي الاهلي هيكون بتوفير دراجه. ده طبعا زي ما بنقول في اطار الدور الاهلي المجتمعي لكل الاعضاء وكل الرياضه المصريه لخدمتها وخدمه كل المبادرات اللي بتطلقها الدوله المصريه. دي كانت اخبارنا واجواءنا هنا من على مرسى النادي الاهلي على النيل بالنادي الاهلي الجزيره. ننتقل للجانب الاخر والاستوديو لاستكمال باقي فقرات برنامجنا. واحنا بنشكرك جدا يا توفيق، واعتقد اخر حاجه توفيق قال عليها الماراثون ده يعني حتى ما حدش عنده عذر، اللي ما عندوش عجله النادي الاهلي هيوفر له عجله. والله دي تبقى حلوه جدا لو فكرت فاهمك وفاهم بتفكري في ايه. مالكيش دعوه بيه، انسى الموضوع، مالكيش دعوه، حابه تشاركي في الماراثون انا هتابعك وهنقول خبر تاني يوم. والله ممكن فعلا، ممكن فعلا. شكرا ليك يا توفيق. ممكن يبقى كانت دماغي صح، انت كنت بتفكري في كده. دي حقيقة. طيب.